وباشراك كل فواعل المجتمع المدني. ومكافأة المالية قرابها 180 مليون صندوق. احنا تعبنا والله، كان من اهدافنا نرفع الرايه الوطنيه منذ البارح مع الاستقبال تاع البارح واستقبال رئيس الجمهوريه اليوم. حسينا صح ان قد يعني قدمنا شيء جد مشرف للبلاد تاعنا، وان شاء الله مازال نزيدو نشرفوها من قبل. والله ما نكذبش عليك، المنافسه كانت قويه بزاف، والحمد لله قدرنا نتحصلوا على عدد 12 ميداليه من بينهم 4 ذهبيات. ونشكر كامل الناس اللي عاونتنا وكامل الطاقم الطبي والناس اللي عاونتنا كامل، يعطيهم الصحه والحمد لله. هذه مبادرة كانت جد محفزة باش نزيدو نطلعو الإعلام ونزيدو نتحفزو مام في كي تكوني في التدريب، باللي راح تزيدي تشوفي إعلامك في المحافل الدولية وتزيدي تسمعي النشيد الوطني، هذه مسؤولية بحد ذاتها. الحمد لله ونشكرو على هذه الالتفاتة. والله بالنسبة لي فرحة كبيرة، يعني أول مرة نحضر هذا التكريم هذا، وإن شاء الله وإن شاء الله ما زيد بينا النجاح، ونبقى نفلح كم ديما ونفلح شعب الجزائري.